نحن رايحين لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. إذا كنا تكلمنا من قبل على لوفي ديفار. لوفي ديفار هي ديك مجموعة الأخبار التي تكون نادرة، ما تتوقعش بزاف، ما تيكونش مولف عليها المجتمع، حالة المسألة ديال الطالب الأمريكي اللي التزم الصمت لمدة سنة، أو مثلا بحال بعض الجرائم اللي تتوقع، يعني تنسمعوا بواحد الجريمة في شكل، شوية تنسمعوا جريمة أخرى بواحد الشكل. هاد الأحداث تتكون نادرة الوقوع وتتكون شاذة، تتكون خارجة على المألوف. إذا ممكن لينا نصنفوها سنة مسألة غريبة، غريبة شيئا ما على المجتمعات أو على واحد المجتمع معين. لو في ديفار إتان فاغيال غولابتي دون زان جورنال. إذا هاد لو في ديفار، هاد المصطلح من قبل حنا جزأناه، قلنا هاد لو في المقصود به تيجي من فعل فاغ يعني فعالة عاملة، ديفار يعني تنقولوا متنوع. إذا لو في ديفار إلى ترجمناه بحال غنقولوا أفعال أو أحداث متنوعة ومختلفة، ولكن اللي تيهمنا في هذا المصطلح هو التعريف ديالو بدون الدخول في الترجمة ديال الكلمات ديالو. ملي تنسمعوا لو في ديفار المقصود به إتان فاغيال، يعني هو واحد الحدث حقيقي غولاطي دون زان جورنال، أنه مروي واحد الصحيفة واحد الجريدة، جريدة تتاخذ واحد الخبر حصلت عليه تتحاول تحكيه هي الأولى. قد ما كانت هذه الجريدة عندها السبق تحكي واحد الخبر غريب بالخصوص، الناس تيشريو هذه الجريدة وبالتالي غتكون عندها مداخيل. فهمتوا ولا؟ هاد الجرائد عزيز عليهم بحال هاد الأحداث الغريبة والشادة. مثلا واحد السيد طلع فوق الجبل وبغى يطير وطاح، ماشي كل الناس تيديروا هاد العمل، إذا فهو عمل شاد. هاد الأعمال الشادة وهاد الأعمال الغريبة يمكن ليناش نصنفوها كل وحدة منا نديرو لها باب. علاش تبغيو هذاك صحاب الجورنال؟ لقاش عارف الناس بزاف غيبغيو يتفرجوا. تعرفوا الناس بأن غيبغيوهم. دابا غنمشيو واحد القضية أخرى. الأحداث اللي تتحدث عادة اللي تيكون عارفة المجتمع تتكون أخبار اقتصادية. ملي تنقولوا أخبار اقتصادية تدخل تحت منها مجموعة أحداث، فهمتوا ولا؟ ديال الشركات، ديال الأفراد، ديال العلاقات الدولية، ديال العلاقات الوطنية، فهمتوا ولا؟ ملي تنتكلموا على ليكونومي مثلا، هاد الفصل هذا تدخل تحت منه مجموعة أحداث. إذا تكلمنا على واحد الشركة دخلت واحد المنتوج جديد غندخلوه في الاقتصاد. إذا تكلمنا على المغرب مثلا أنه غيبيع الطماطم ديالو للاتحاد الأوروبي أو السمك الاتحاد الأوروبي مثلا، إذا غنتكلموا على ليكونومي. إذا تكلمنا على الأشخاص تبيعوا ويشروا مع بعضياتهم غنتكلموا على ليكونومي. إذا هاد الاقتصاد، إذا هاد ليكونومي كمثال تتنضوي تحت منه مجموعة عناوين مهما كانت، مادام أنها تتوقع الصناعة ديال البضائع أو البيع والشراء ديال هاد البضائع. إذا نتكلم على الاقتصاد، كل ما له علاقة بالمال. إذا نتكلم على الاقتصاد، ممكن أننا نتحدث عن الرياضة. الرياضة هاد الفريق لعب مع هاد الفريق، هاد المباراة وقعت هنا، هاد المباراة وقعت ليه. إذا تتوقع بزاف ديال المباريات. نتحدث مثلا عن سباق الدراجات، نتحدث مثلا عن سباق السباحة، نتحدث مثلا عن الكرة الطاولة، الكرة ديال اليد، يعني كرة السلة. إذا كاين مجموعة أحداث وأنشطة تحدث وتنضوي تحت هذا العنوان. ملي تنقول أنشطة رياضية أو خبر رياضي، إذا كل هذه الأحداث اللي عندها علاقة بالرياضة تتنضوي تحت هذا الفصل. ولكن ملي تنتكلموا على واحد الجريمة وقعت هنا، واحد الجريمة وقعت لي، أو واحد الشخص مات هنا، أو واحد الشخص حاول يطير وسقط، هذه أحداث شادة تكون خارجة على المألوف. هذولا ملي تنتكلموا مثلا على طيارة سقطت في واحد المكان، طائرة، إذا هذه نقدروا نصنفوها في مجال الطيران. هذولا إذا هذه الخطوط أنها تتربط بين هذه المدينة وهذه المدينة، أو مثلا واحد الدولة دارت واحد المطار، إذا غنتكلموا على الطيران. إذا مثلا واحد الشركة اخترعت واحد الطائرة، غنتكلموا على الطيران. هاد الأخبار مثلا ممكن أنها تنضوي تحت عنوان كبير اللي هو مجال الطيران مثلا، أو أخبار عندها علاقة بالطيران. فهمتونا؟ إذا هاد مسألة الطيران موجودة وعندها أهمية في حياة الإنسان، إذا ممكن تنضوي تحت منها هاد الأحداث وهاد الأخبار. ولكن هاد الأحداث الأخرى لستكون قليلة، يمكن تكون الخبر نديرو لي باب بوحدو.
كل واحد نسميه بواحد العنوان معين. اذا كلهم هادو تنجمعهم تحت واحد العنوان اللي هو لو في ديفير. اذا لو في ديفير ايت ان فيريال رولاتي دون ان جورنال. اذا هاد لو في ديفير ملي تنقولوا هاد المصطلح هذا هو واحد الحدث حقيقي رولاتي دون ان جورنال، يعني انه يروى في واحد الصحيفه. il fait l'objet d'un article، يعني انه يكون موضوع، موضوع ماذا؟ موضوع مقال. ارتيكل مقال، شنو مقال؟ مقال هو موضوع، موضوع، موضوع في جريده. واحد السيد ناض كتب واحد الخبر، كتبو اش يتسمى هذا الخبر اللي كتب؟ مقال. مقال يتسمى ارتيكل السيكور. اذا حتى هاد لو في ديفير تكلمنا على جريمه، تكلمنا على واحد خبر شاب قليل نادر، واحد الصحفي تكلف وكتبو. اذا كيفاش غتكون الكتابه ديالو؟ اذا il fait l'objet d'un article assez court، يعني انه يكون موضوع مقال. ما معنى موضوع مقال؟ يعني ان واحد السيد تكلف به كموضوع، تكتبو كموضوع. اذا فهاد الحدث تيكون موضوع، موضوع ماذا؟ موضوع مقال. من هذا الموضوع؟ من هذا الحدث اللي وقع. قلنا اذا il fait l'objet d'un article assez court. assez court يعني انه جد قصير، ما تيطولش فيه بزاف. كاين بعض المقالات تتكون فيها الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، وممكن تستكمل في الاعداد المواليه لانه يستحق النقاش مثلا. ولكن هذا خبر عابر يعني نادر، اذا انه يروى باختصار، يعني ما تيطولوش فيه، تيشيروا له باش بنادم يعرف، ولكن بلا ما نطولوا فيه، ما تيحتاجش نطولوا فيه. فهمتوا ولا؟ لانه اصلا ما غاديش يهم الناس بواحد الدرجه اللي غيبقاو ديما متبعينه. اذا il fait l'objet d'un article assez court. اذا هذه اولا il rapporte un incident. اذا نتكلم على لو في ديفير. il rapporte un incident. ما دار؟ il rapporte un incident. il rapporte يعني انه تيجيب، يوريدو. تيجيب واحد الموضوع ويحطو في الصحيفه. اذا يوريدو. il rapporte. فهمتي؟ un incident. اشنو تيجيب الجريده؟ ماذا يريد؟ ان انسيدو. ان انسيدو يعني حدث، بحال بغا نقولو ايفينمون. ان انسيدو ايموفون. ايموفون يعني واحد الحدث مؤثر. تصوري معايا واحد الطفله غرقات، واحد الكلب قضى، تلاح ونقضى. اذا حدث مؤثر ولا لا؟ اذا هذا سيت ان انسيدو ايموفون. سيت ان انسيدو ايموفون يعني انه حدث مؤثر. عندنا حادث مؤثر. و دي في انسوليت. و دي في انسوليت ما معنى هذا؟ و دي في انسوليت تكلمنا على انسوليت، نتكلم عن ان في انسوليت يعني انه شاذ. ما معنى شاذ؟ خارج على المعتاد. شي حادث وقع خارج على المعتاد شنو تنسميه؟ إذا ستافي انسوليت. إذا هو حدث شاد. ستافي انسوليت سيتادير. شنو هي سيتادير؟ سيتادير هي ما معناه. إذا تكلمنا على إل غابورت أن انسيدون إيموفون إي دي في انسوليت. إذا هاد لو في ديفير تيجيب، تيجيب شنو تيجيب؟ إل غابورت أن انسيدون تيجيب واحد الحدث ايموفون يعني مؤثر. اي دي في انسوليت و تيجيب واحد الاحداث اخرى شاذه. سيتادير بما معناه كي سورت دو لوردينير. ما معنى هذا؟ كي سورت دو لوردينير. كي سورت اش من فيرب هذا؟ سي كيل فيرب؟ كي سورت سورتير. سي لو فيرب سورتير. شي سورتير؟ جو سور. جو سور دو ليكول. ou bien il sort de l'école. خرج. il sort يعني هم يخرجون. إذن qui sort de l'ordinaire. ما معنى هذا؟ الذين يخرجون عن المعتاد. الذين يخرجون عن المعتاد. إذن نتحدث هنا عن un incident émouvant ou bien des faits insolites qui sortent de l'ordinaire. إذن نتحدث عن حدث مؤثر أو أحداث شاذة
ولكنها تخرج عن المعتاد لوردينير المقصود به المعتاد. ثم il commence par un titre. ثم il commence par un titre qui attire l'attention. Qui attire l'attention. يعني أنه يبتدئ هاد لو في ديفير ملي تنبغيو نحكيو حدث من هذا النوع تيكون حدث مؤثر أو حدث شاد تنديروا له واحد العنوان كي أتير لاتونسيون الذي يجر انتباه كي أتير لاتونسيون الذي يجر الانتباه المقصود الذي يلفت الانتباه. إذا ما دام هذا الخبر شاد تنديروا له واحد العنوان مناسب اللي يقراه يبغي يعرفو الناس يتفرجوا فيه باش الناس يتفرجوا فيه. Il commence par un titre qui attire l'attention. إذن هاد لو في ديفير commence par un titre qui attire l'attention. إذن هاد الحدث أو هاد الخبر اللي تيكون شاد نديرو واحد عنوان مزيان باش يجيب الانتباه. تنعملوا له عنوان مناسب لكي يجذب الانتباه. ثم il va à l'essentiel et répond aux questions. يعني ملي تنحكيو هاد الخبر هذا من هاد النوع هذا il va يعني أنه يذهب أليسونسيال إلى المهم. إل فا أليسونسيال يعني أنه يذهب إلى المهم. إغيبون إغيبون هذا لو فاغ ريبوندر هذا لو فاغ ريبوندر يعني ويجيب أو كيستيون ويجيب عن الأسئلة ويجيب عن الأسئلة اللي هي كي من كوا أو ماذا كي من يعني شكون اللي قام بهذا العمل كوا ماذا ماذا حدث وبيكون أش من وقت انت وقعد الحدث متى وقع هذا الحدث او اين فين بلاصه وقع كومون يعني كيف كيفاش حدث هذا الحدث بوركو لماذا حدث هذا الحدث افيك كيل كونسيكونس افيك كيل كونسيكونس وباي نتائج اشنو وقع من بعد اذا ملي حدث هذا الحدث اشنو وقع من بعد افيك كيل كونسيكونس لي كونسيكونس يعني النتائج ما يترتب عن هذا العمل فهمتوا لا. ثم le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers. Le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers. كي ما تنعرفو بأن les récits يعني الروايات شنو المناسب من زمن للروايات. ملي تنتكلمو على لي ريسي شي واحد تيدير واحد الرواية تقدر تكون ايماجينير يعني أنها خيالية أو واقعية. من بعد غنشوفو قصص بعضها خيالي يعني ماشي بالصح فهمتي. ولكن الكاتب اللي تيكتب هذا النوع من الروايات تيستعمل واحد الزمان مهم في الرواية شنو هو باسي كومبوز لو باسي سامبل واش مكتوب اسم باسي كومبوز وانا تتكلم لك على لي ريسي انا تكلمت لك دابا على لي ريسي لي ريسي غنشوفو من بعد. اما هنا علاش نتكلموا واش نتكلموا على لي ريسي لا تنتكلموا على لو في ديفير. اذا لي ريسي شنو الزمن المناسب لها؟ باسي سامبل لو باسي سامبل. انا بالنسبه لو في ديفير شنو الزمن المناسب لها؟ باسي كومبوزي لو باسي كومبوزي. اذا على غرار لي ريسي اللي تيكون عندها لو باسي سامبل هو المهم هنا في لو في ديفير في حاله لو في ديفير لو باسي كومبوزي اي لو طون لو بلوز يوتيليزي دون لو في ديفير. اذا هذاك لو باسي كومبوزي هو الزمان المناسب له الأكثر استعمالا. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.